كرة ملعوبة تعود في الطرف الأيمن. كرة أوه الهدف الثاني لمصلحة الشمال الآن. ماهر حداد المحترف في تشكيلة نادي الشمال هو من ينجح. لاحظ هنا الخطأ القاتل وماهر حداد يا سلام بمجهود فردي هو من افتك الكرة وهو من تقدم مرر إلى سعيد بطاهر ارتدت إليه الكرة وكأنها تكافئ على كفاحة في الكرة الماضية بتسجيل للهدف الثاني بسهولة يسكنها في المرمى الخالي حتى من حارس مرمى. هدف ثاني يأتي لمصلحة نادي الشمال وسجدة شكر ماهر حداد.